صباح الخير يا أصحاب أقليم الحرة بلبنان، من خلالكم بدنا نعمل هالرسالة. الأحداث عم بتخلينا نعمل رسائل بسرعة، ولك يا جماعة يا سياديين يا وطنيين يلي بتحبوا وطنكم، يمكن البعض منكم مستقطل ليش ما بيكون ميشيل عون، جبرون باسيل، سليمان فرنجي، وإيمو هيب، عاصم أنصو، طه ونجيب ميقاتي. يمكن في كتير مستقطلين تياخدوا هل، بس في ناس منكن سياديين لا، الوطن يعني لألن شي. ولك ليش عم تتعتبوا عليهم؟ ولك هني شعار واضح مثل الشمس، خبس، كذب، احتيال، غدر، خيانة، قتل. هذا اللي ما فهمه رفيق الحريري. ولك وقت اللي شفت بجريدة النهار صورته هو واخته، لا، قلت له يا ابو بهاء خلص دورك يا صغير يا ابو قرشان السوري، خلصت، طعت ورقه لحالك. لك يا جماعه في شغلات ما فيك انتو تعملوها بهالدنيا. السياديين اسمعوا، لا يكون هذا المشنو قال عن يتعتب على الحريري وانه اخت حقه وزاره الداخليه، وام تنشفتوا الرفيق الحريري قال لهم جبت له رساله من التجمع الاسلامي تقي الدين الصلح الله يرحمه بالبلازا اتيني، وقت اللي حطوا رفيق الحريري جبر وجبر بالحقيقة ما بده يقعد بالشقة تبعه وعم بيخدموا نهاد المشنو، قال له خود نهاد معك بيخدمك منيح بيفهم، اخدوا بنقلي طلب تقي الدين الصلح. هني واضحين مثل الشمس، مثل الشمس، محور الشر، الأنظمة الإرهابية بحافظ الأسد بلشيت، بعدين جيب النظام الإيراني وفوتوا باللعبة، خبس، كسب، احتيال، غدر، خيانة، قتل. فهموها اللعبة كلها، هني عارفين شو بدون. هلأ الإيرانيين علموها الشباز، الشباز علمن ياها للزعرون تبعه، هو أزعر أكثر منهم. ما حدا قول بده يموت شباز إلا أنا، ركب له يا كاسترو. هاي دي ناس ما بتنحمل على البلاتو الانترناسيونال، ما بتنحمل. هاي دي مشاغبين بطريقة ما بيتحملن المجتمع الدولي. شو كانت النتيجة؟ قولين له لما داروا خليك وقف وعم بوقف وشادد وإلى آخره، وخد شقفة أرض كبيرة وعضوا فيه. نفس الشيء للقطريين، اوعى تقبلوا، هلا هني اللي فشينون، اوعى تقبلوا بمفاوضات. واضحين استراتيجيتهم، ما فينا ناخذ لبنان كله، بدنا ناخذ شقفة الكبيرة منها وبنقعد فيه. هون 14 أودور للأسف الشديد وطنيت انغلبت عليهم. تخبر رئيس الجمهورية ما كان عندكن أمل إلا ثلاث أقسامة، الرئيس الجميل نسيب لحود، الرئيسي نيلة معون. تخبو واحد تحت شجره تحت وين ما كان، قسموا أمام الشعب هذا اللي كل موجود، وانتخبنا رئيس جمهورية. اعترض نبيه بري واعترض حزب الله، صور في معادلة. هلو بيسلوكن بالأحداث. لك ايش بدك دكتور سمير جعجع، ميشيل عوني، ده كله بيسلوكن بالأحداث. بالأحداث تسلى سعد الحريري، تسلى، ما بناخدو للبنان كله، بدنا ناخد هالشقفة الكبيرة، بس ما بيقولوا لكن يا هيك. اذا انتو كل اللي عم تعملوا شو استراتيجيتكم؟ بلشوا طلعوا على الامم المتحدة، هيدا قانون انتخاب مزيف، القانون الوحيد اللي بيصلح للبنان، القضاء مشروع 1960، مشروع 60، القضاء مثل ما هو، عكار قضاء، الضمنية قضاء، المنيا قضاء، طرابلس قضاء، صغرتا قضاء، بشري قضاء، الكورة القضاء، البترون قضاء. فوت انتخب واحد، ان شاء الله يكون بكل قضاء في 10 نواب او في نايب واحد، فوت انتخب واحد انت كمواطن، ولا تردوا على حدا، كل شيء ما بتروحوا ليه. بس وضعكن صعب، وينه صعب؟ لك اشتي تريدوا الجاي السوريين، ولكن النظام السوري الجاي أشياء تريدوه. الكرة الأرضية عندها مشاكل كتير كبيرة، الحرارة، الشمس، الهواء،
المي، الأدوية، اسمعوا اسمعوا، وأمن، ما حدا بيعملكن إياها إلا دولة إسرائيل، بس بدكن إياها تكون خدمي عندكم. يعني قصمولن سوريا، جيبولن بوتين، اندبحت كل هالدنيا كلها سوا، وما بيقبلوا المعارضة السورية يلعبوا ورقة سياسية. نفس الشيء 14 دور، ما بدهم يلعبوا ورقة سياسية. هذا هو الحال. اللي بيصدقون بيكون ضويع، ولك قبل بوقت قلت له خلصت يا رفيق. جاك شيراك، لك ما رح خبي عليكم، قلت له انتهيت بريزيدون شيراك، مسيو شيراك، قلت له انتهيت خلصت. نهيو، طلعت الفشي بدو فيلب ما يا حرام، كان بيدري يعمل رئيس جمهورية. قالوا له شراب دوفيلب، ما انت بتروح تحكي هيدي هالكلمة؟ خلصت يا جماعة، استقيزوا من هالنوم، مين بيصدقون؟ بعدين معلش بدي احكي هالكلمة، ولاد صغار تسمعها. في واحد طلع على التلفزيون على ام تي في امبارح بنشرة الاخبار انه خلصت مهرجانات اهدي، مهرجانات اهدي يعني دفعتها الدولة، وهيك عم بيحكي كأنه طبعا معمل له معيش بالميل العام او بالمصالح المشتركه مثل الشكه، يعني مثل كازينو لبنان او مثل مصرف لبنان، خد لك هالمعايش. انه نحن شو بنربح حله يرد للدوله للخزينه، ما بدك معلى شيء اعطيهن لي، ولو انت ممانعه مقاومه لهالناس، هيك مثل ما عملتوا عملية عرسال وهرشتوا فيها، هرجوا هون انه هال اللي تضحى كرمال ما يخلوهن يجوا علينا للبعبع تياكلنا. هني بيخترعوا الأخويت، وهني بيفاوضوا الغرب على سعر المستشفى، مستشفى المجانين، تيفوتوا الأخوت عليه. كتب كريم بقردوني بكتابه، مش أنا كتبتها من عندي، يعني من يجيبها من وراء البقر. شوفي، قال بدنا نعطيها للسرطان. لك يا شباب يا أولاد صغرتي، بعلم سليمان فرنجي أو بدون علمه، في مجموعة اثنين كان يجيهن المغلفات، منهن واحد عمل وزير الثقافة بالفيلة الثانية، وهديك فيلة لحاله، إني كانوا اثنين جروب، يجيهن مغلفات من الأدوية لأنهم يوافقولون على أدوية ما إلها حق تمشي بالسوق وتنعطي للإنسان، هي اللي زادت السرطان بلبنان، هي اللي زادت السرطان بلبنان. كانوا اثنين جروب محامي عملوا وزير سليمان فرنجية، عملوا وزير الصقافي مشان تعرفوا منو، يعني أنا ما بحب الفظ اسمه بيتمي هالناس، وهديك عطوا شغلة تيصير معه مصريات أكثر، ما بعرف شو العلاقة هو. كان يجيهن المغلف هيك، المغلفات. هذا اللي منه محامي وما عمل وزير، عطوه مشروع لوتو يا نصيب ما بعرف شو، يجي المغلف 80,000 دولار. يقول له كل شهر بيجيني مغلفات هيك، من أدوية جبت لهم الموافقة أنها تمشي بلبنان. هيدا يا شباب هالحاي، وهلا جايين يعملوا المير تيريزا، بدنا نعطي للمؤسسات السرطان، ما انتو سبب زيادة السرطان، انتو السبب. هيدا كلام بالصوت وبالصورة منه، هيدي وصاية موثقة، ما فارقة معهم، خبس، كسب، احتيال، غدر، خيانة، قتل، ما فرق معهم. الله قال له نحن شو بتفرق معنا يا شيخ بشير، الفاتوا السوريين بنمشي مع السوريين، والفاتوا الإسرائيليين بنمشي مع الإسرائيليين. هالمرة انتو السياديين والاستقلاليين، انتو الوطنيين بالهلال الخصيب، ما فيكن تستعملوا دولة إسرائيل لمصلحتكم، ما بتقدروا. ولك ما جرب بشير، جرب كتير تنفتح لقلب ويب السما، ليش ما نفتحي؟ لما نمشي بالبداية مثل ما بده المعلم، اجاهن الرسالة من الرئيس ريغان، مش هني عم بيترجل يا سركيز ترجعي الإدارة الأمريكية تتحكي مع بشير، أبدا إذا أطول أطلع يقولوا له. لما نفتح له الباب المعلم،
اجيهن رسالة سألوا الدكتور جورج فريحة بيقولكن ياها. ايش بدكم؟ مشاكل الكرة الأرضية، انتو جزء من الكرة الأرضية وعندكن أولاد، ما قلكن أمل بالهلال الخصيب إلا بدولة إسرائيل. بالمناسبة تحية لهالدولة العظمى الكبيرة، تحية لهالشعب الإيراني والشعب السوري اللي عم بيناضل بهالشكل هذا ضد أنظمة إرهابية بهالشكل، والسياديين اللبنانيين. تحية إلى القادة الكبار لما بتفوتوا على دولة إسرائيل وبتتفرجوا هالدولة، روحوا تشوفوا التكنولوجيا، روحوا تشوفوا الاختراعات، روحوا تشوفوا الزراعة، روحوا تشوفوا المي. للرئيس بنغوريون تحية، للرئيسة جولدا مير هالفستان العادي وهالجزدين العادي، ما أنا قادرة تشتري تقدمي بقدمولة من شانيل ونازيل تتعمل لن دعاية. ما بتخو بهم الوطن والشعب كيفية أمنه. تحية إلى الجنرال مشاديان، تحية إلى الجنرال الرئيس إسحاق رابين، تحية إلى الرئيس ليفي إشكول، لهالناس الخدمة أوطانة. قبل ما أترككم لا تضيعوا البوصلة، شو مشروعكن أنتو السياديين الجداد للبنان؟ مقابلكن خبس كذب احتيال غدر خياني قتل، بيرجعوا يستعملوا القتل، وهالمرة بدهم يستعملوه بالأكل. أنتو عم تاكل بالمطعم خالص. السياديين لا تاكلوا بمطاعم، لا تاكلوا بمحل، لا تروحوا لما تطلعوا على التلفزيونات، لا تشربوا فنجان قهوه، بيحطوا لكم فنجان القهوه، بيحطوا لكم كبايه المي، لا تستعوي. لك اسمعوا ايش عم اقول لكم، ما بدكم انتوا حرين ولا تردوا على حدا، لا تردوا على حدا ابدا. كلن وقاموا هيك، كلن عاصم أنصو، كلن محسن دلو، كلن نهاد المجنون، كلن طه ونجيب مئاتة، وعدوا وعدوا وسليمان فرنجي وميشيل عان وجبرون بيسيل وصهرت وبنات وبيحكي أنا بريزيدنت أوف ليبانون. واحد دبح المنطقة الشرقية، سرق الميزانية هو وصهرت وبناته. موا بريزيدون، روي على فرنسا تشوف بريزيدون ماكرون، دخيلك لتنظر عليه بس ما بتستحيا. وبتجي قول شو فرع المعلوماتية بالأمن العام، شو قول بيصدر مذكرات بالنش وكتبت، تقبروني يا موصفين الناطرين معيش كان بآخر الشهر. سكتوا، زليتوا الأوطان انتو كموصفين. عيد لكن قيمة. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.